والآن مشاهدينا نتحول إلى جولتنا الاقتصادية. مصطفى مزار معه أخبار المال والأعمال، إليك مصطفى. شكرا هذا وشكرا آية. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة جديدة من أخبار المال والأعمال في نشرة التاسعة. شهد وزير الدولة للإنتاج الحربي محمد أحمد مرسي ووزير التنمية المحلية محمود شعراوي ومحافظ الأسكندرية محمد الشريف توقيع عقد اتفاق مشترك بين الوزارتين والهيئة العامة لنقل الركاب الأسكندرية، وذلك لشراء 40 أتوبيسا كهربائيا محلي الصنع وبمواصفات وجودة عالمية. هذا وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي أن مشاركة الوزارة في تصنيع الأتوبيسات الكهربائية يأتي في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية والخاصة بتوطين صناعة المركبات الكهربائية في مصر. من جانبه قال وزير التنمية المحلية إن هذا الاتفاق يأتي استكمالا لعقد المشترك والذي تم توقيعه مؤخرا بين الوزارتين وهيئة النقل العام بالقاهرة لشراء 70 أتوبيسا كهربائيا. إلى البورصة المصرية، وفيها أنهت تعاملات جلسة نهاية الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، وربح رأس المال السوقي 22.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 663 مليار جنيه. أما على صعيد المؤشرات ففتح مؤشر إيجيكس 30 عند مستوى 9539 نقطة مرتفعا بنسبة 25% ليصل إلى مستوى 10043 نقطة. كما فتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 عند مستوى 1868 نقطة مرتفعا بقيمة 2.29% ليغلق عند مستوى 1911 نقطة. كما فتح مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا عند مستوى 2748 نقطة مرتفعا بنسبة 3.18% ليغلق عند مستوى 2835 نقطة. إلى أسواق العملات، حيث تباينت فيها الأسعار أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأمريكي 19 جنيها و6 قروش للشراء و19 جنيها و17 قرشا للبيع. الجنيه الاسترليني هو الآخر، وصلت قيمته إلى 23 جنيه و3 قروش و23 جنيه و17 قرشا للبيع. أما اليورو فقد وصلت قيمته إلى 19 جنيه و39 قرشا للشراء و19 جنيه و51 قرشا للبيع. وبالنسبة للعملات العربية فقد وصلت قيمة الدرهم الإماراتي إلى 5 جنيهات و19 قرشا للشراء و5 جنيهات و22 قرشا للبيع. وأخيرا الريال السعودي، والذي وصلت قيمة إلى 5 جنيهات و7 قروش للشراء و5 جنيهات و10 قروش بالنسبة للبيع. من أسواق العملات إلى أسواق المعادن النفيسة، وفيها ارتفعت أسعار الذهب العالمية مدعومة بتراجع في عوائد سندات الخزانة الأمريكية ليصل إلى 1785 دولارا للأوقية. أما محليا فأسعار الذهب تراوحت عيار 18 والذي وصلت قيمته إلى 917 جنيه، وبالنسبة لعيار 21 فقد وصلت قيمته إلى 1070 جنيه، بالنسبة لعيار 24 فقد وصلت قيمته إلى 1223 جنيها. وبناء عليه وصل سعر الجنيه الذهب إلى 8650 جنيه. تراجعت غالبية أسواق الخليج متأثرة بضغوط البيع، ما دفع الأسواق المالية إلى التراجع وبشدة كبيرة، وتراجع مؤشر بورصة دبي بنسبة 0.5%. في بورصة أبو ظبي تراجع مؤشر البورصة 0.3%، وأنهت بورصة قطر المعاملات على انخفاض وصلت قيمته إلى 0.1%، واستقر المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية عند الإغلاق.
حذرت سويسرا واردات الذهب من روسيا على غرار الخطوة التي اتخذها الاتحاد الأوروبي في 21 من يوليو الماضي، وذلك ضمن حزمة العقوبات التي يفرضها الغرب على موسكو رداً على عملياتها العسكرية في أوكرانيا. قال المجلس الفيدرالي في سويسرا إن حظر استيراد الذهب دخل لحيز التنفيذ، وبموجب هذه العقوبات تحظر سويسرا شراء الذهب وما أنتج منه في روسيا أو استيراده أو نقله، وتضم سويسرا عدة مصانع لإعادة تدوير الذهب أو صهر السبائك الذهبية. انتهت مشاهدينا الكرام هذه الجولة في أخبار المال والأعمال.